بلشتي؟ مرحبا، كيفكم؟ أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة مع السيدة واي من متحف الأطفال الأردن، مع حلقة جديدة مع واي على الهواء. بحب تكتبوا أسماءكم تحت عشان نشوفهم نتعرف عليكم، وخبروني إيش هو مشروبكم المفضل برمضان. أنا مشروبي المفضل التمر الهندي. خليني أسوي هاي، حاسة إنها بدها تظبيطه. أنا حط هيك 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 صاروا أحلى صح؟ شو رأيكم؟ شو رأيك؟ هيك أحلى صح؟ صراحة أحلى. مين معنا لليوم؟ مين معنا لليوم؟ لا تنسوا تكتبوا شو هو مشروبكم المفضل برمضان. أنا مشروبي المفضل التمر الهندي، وهلأ بحكي لكم ليش. مين معنا لليوم؟ مع واي والتمر الهندي. مين معنا يا شيماء؟ في حدا كتب؟ لا لسه. اوكي. احنا رح نبدا؟ رح نبلش. مشروبي المفضل هو التمر الهندي، خاصة اني بعد ما رحت يعني بشتغل كثير كثير، اعطاني الدكتور رشادته كثير كبيرة. حكى لي الدكتور انه لازم اخذ مغنيسيوم بوتاسيوم وحديد وكالسيوم وفسفور ونحاس وفيتامين ب وفيتامين بي 12 وبي 1، هذا كله كان لازم اخذه. معقوله اخذ كل هاي الفيتامينات؟ وبناء عليه الروشيتا الكبير اللي اعطاني، لاني بشتغل كثير ومرات بنسى اكل، وهذا الاشي كثير غلط. يعني بندرس كثير بس بننسى ناكل. صرت اعمل بحث خصوصا برمضان، لانه نحن بناكل كميات قليله بعد الإفطار، حتى بالإفطار بناكل كميات كتير قليلة. بلشت أبحثي، وكان الصعقة الكبيرة هو إنه كل هاي الفيتامينات اللي أنا حكيتها موجودة بتمر الهندي. تخيلوا؟ تخيلوا إنه التمر الهندي في كل هاي الفيتامينات، مغنيسيوم وحديد وبوتاسيوم، حكيت كتير عنها. وبناء عليه بلشت أبحثي مع التمر الهندي. في صار معنا حدا؟ بس لسه ما عم يكتبوا. اوكي، بدي اياهم يكتبوا اهم شيء شو مشروبهم المفضل برمضان. قلت لهم انا التمر الهندي، بس التمر الهندي طبعا اللي بيعوه بالاسواق بحطوا عليه سكر. انا عم بحكي عن التمر الهندي، التمر الهندي. وهلا رح افرجيكم طريقه تحضيره والعلوم من ورائه. مش مكتوب عليه الفيتامينات اللي فيه؟ استنى؟ اوكي. وبناء على الابحاث وقلت لكم قديه هو مفيد، خصوصا اللي بتعملوه بالبيت اللي ما بيحطوا عليه سكر، بلشت اول اشي ادور اذا هو حمضي زي الليمون ولا قاعدي، لانه حمضي كمان مرات برمضان حتى ونحن صغار بنحس انه في اشياء حامضه بمعدتنا، حتى لما نكون صايمين. حمضي زي الليمون، القاعدي زي مثلا ادوات التنظيف معظمها قاعديه. فبلشت ادور على شيء يريح معدتي يكون لا حمضي ولا قاعدي. وبناء على هذا المؤشر، هذا مؤشر عباره عن مؤشر الحموضه. لما يكون في عندي شيء قاعدي حمضي بتغير لونه بصير احمر، اذا كان قاعدي بصير غامق زي هيك. بس فكركم التمر الهندي شو رح يكون مقياس الحموضة تبعه؟ هون حمضي كنت حاطة فيها خل، وهون قاعدي كنت حاطة فيها كربونات صوديوم. الخل بنستعمله بالسلطة وبنستعمله بالتنظيف، كربونات الصوديوم زي ما كلنا بنعرف بنستعمله بالكيكة حتى تنفش، وهم كمان تنين بتفاعلوا مع بعض، يعني الحمضي والقاعد بتفاعلوا مع بعض زي هيك. بس التمر الهندي إذا حطيت شوية، أنا مجهزيته شوي، أشوف المقياس الحموضة تبعه، ممكن يتغير لونه ممكن لا. ما رح يتغير لونه لأنه هو أقرب لتعادل متعادل، وهذا الإشي كتير بريح معدتنا خاصة بأيام لما نكون صايمين. عشان هيك لما نشربه خصوصا إذا شربناه قبل ما ناكل أي إشي ما رح يضر معدتنا. وهلا رح ننتقل للعلوم من وراء تحضيره.
بعد ما حكينا عن انه هو لا حمضي ولا قاعدي وساعدنا فيه مؤشر الحموضة. هذا مؤشر الحموضة على فكرة بتقدروا تعملوه بالكركديه، بتقدروا تعملوه كمان بالملفوف الأحمر. رح ننتقل لطريقة تحضيره. هذا عبارة عن تمر هندي جبناه من السوق، شايفين؟ وفي هاي البذور اللي أنا رح أستعملها هلأ بالتجربة بس أخلص. في شغلتين أساسيات بالتمر الهندي. الشغلات الأساسية بالتمر الهندي إنه نحنا بنتعرف أنتوا بتاخدوا بالمدارس مرات عن الذوبان، وبتعرفوا إنه في مذاب زي المادة الصلبة هاي اللي هو التمر الهندي، وعندنا مذيب رح نستعمل المي السخنة عشان ندوب التمر الهندي، وهيك بنعمل الخليط. هحط شوية مي باردة عشان أقدر شو أقدر أتحملها شوية مي بارد. هلأ هذا بالعادة بنقعوه ب20 دقيقة، بس نحن بنقدر نعمله هلأ بنقعوه فبصير عم بدوب مع بعض. هلأ تكوين الخليط هذا هي عملية فيزيائية، بضل في تمر هندي عندي وبضل في مية، فهو عبارة عن تغير فيزيائي. بس أنا اللي عم بعمله عم بسوي خليط، وهذا أظن بتاخدوه كمان بالمدرسة. فهلأ أنا عم بسوي الخليط، عم ببلش أحركه بإيدي التمر الهندي عشان أحصل على مشروب المفضل. طيب قديلا الإفطار شيماء؟ أقل من ساعتين عشان يكون جاهز وبارد لما يجي وقت الإفطار. فهلأ هذا الخليط، هذا اللون اللي طلع عندي هو عبارة عن خليط، وهاي الخليط اللي نحن بنحكي عنه هي محلول، هو عبارة عن خليط بين المي والتمر الهندي، بين المذاب اللي هو التمر الهندي وبين المذيب وهو المي. فأنا هيك ريحته كتير حلوة شامة، هيك عم بسوي أول خطوة وعم بتعرف على العلوم من ورائه. أنا كيف أعدد الخليط والمحاليل بالتمر الهندي. ولا تنسوا قديه فوائده، قلت لكم في كتير فيتامينات، وهاي الفيتامينات مش موجودة بس غير بالتمر الهندي. هيك أنا بكون تقريبا دوبت جزء كتير منه. رح يضل عندي هدول الأشياء، بس رح يضل عندي هدول الأشياء الصلبة، بس هدول رح أرجع ألمهم وأستعملهم، خاصة من بذور التمر الهندي اللي زي هدول. رح أفرجيكم بإيش هلأ حتى العالم عم بيستعمله. في نقلة نوعية بزراعة التمر الهندي، هم عم بيزرعوه وعم بيطلعوا هاي الأشياء الصلبة اللي هو اللب تبعه اللي بيضل فيه. هيهم حطيتهم شوي هنا عشان آخر الإشي رح أحكي لكم شو عم بيعملوا فيه. هاي رح نتعرف هلأ، شايفين هاي قشره اللب تبعه عم بخلوه. المرحلة الثانية بتحضير التمر الهندي هي عبارة بسموها على فكرة إلها اسم بالعلوم، هي اسمها الترشيح بالجاذبية. هي أنا بمسك التمر الهندي وبصفيه هيك زي هيك عشان أحصل على تمر هندي، وهي عبارة عن فصل المادة السائلة عن الصلبة زي هيك. انضم لنا ناس؟ اوكي بحب اتعرف عليهم. اكتبوا لنا اسماءكم بالتعليقات، عشان بدي اياكم بس تخلصوا كمان انتوا تعملوا التمر الهندي، بس تستعملوا مي فاتره مش بارده تحت اشراف الاهالي، وتتعرفوا على الذوبان، ونتعرف كمان على الترشيح بالجاذبيه زي ما سويت. فصلت انا الماده الصلبه عن السائله، فصفى عندي هذا التمر الهندي. مشروبهم المفضل برمضان زي التمر الهندي ولا بتحبوا؟ في مشاريب كثيره بصراحه وإلها فوائد، بس اهم شيء انه تجهزوه بالبيت عشان هذا ما عليه سكر، فهو صحي 100%. بيقدروا يحلوه بتمر مثلا؟ بيقدروا يحلوه بتمر، هلا كثير بيقدروا يحلوه بتمر، بس هلا المفاجاه نحن ما وصلنا إلها بعدنا. هذا اللي ضل عندنا اوكي، هذا بتجفف خصوصا اللب تبع التمر الهندي والقشرة تبعته. اللب تبع التمر الهندي رح افرجيكم شو هلا بالعالم بيعملوا فيه.
صارت الأبحاث ونحن بنعرف إنه عندنا مشاكل بالطاقة. بعد ما تعرفنا على عملية تحضيره زاد عندنا هاي هذا كله التمر الهندي، وفي طبعا البذور تبعته اللي بتكون شكلها زي هيك زي هاي. هاي البذور هلأ بالعالم تخيلوا بجديد عام 2000 بلشوا 21 يلموا هاي البذور، لأنه نحن بدنا مصادر بديلة للطاقة، خصوصا أنه نحن بنعرف أنه الوقود الحيوي اللي هو زي الغاز الطبيعي والفحم والبترول هذا كله شو عم بصير؟ هي طاقة لا تتجدد، فبدنا مصادر نولد فيها طاقة كهربائية عشان تستمر الحياة. بلشوا بأبحاثهم أنه ممكن هاي البذور ياخدوها ويحولوها تحت ضغط معين إلى احذري شو؟ زيوت. تخيلي هذول الزيوت بضبوهم وبولدوا منهم طاقة هلأ بالعالم. فتخيلوا أنه حتى اللب تبع التمر الهندي وبذور التمر الهندي، يعني أي إشي صلب بالتمر الهندي عم بأخدوه بولدوا منه هلأ حاليا بالعالم طاقة. هلأ رح أحرق، طبعا لازم تكون ناشفة شوية، رح أحرق هاي رح تغلبني شوية لتضوي، بس مش مشكلة. ممكن ممكن تستفيد منه تعمل سماد، ممكن يستفيد منه بكتير أشياء. بكفي إنهم يشربوا كاسة تمر هندي كل يوم، بس اللي بدون سكر زي ما حكينا بتقدر تحلوه بالتمر. أوكي وشوفوا شو بصير. هلأ رح أخذ هاي الحبة اللي أخذتها الصغيرة ورح نبلش نحرقها. هلأ هما ما بيحرقوها، بيحولوها أول إشي للزيوت بعدين الاحتراق. حنشوف قدية الطاقة اللي بتعمل ممكن ننتج منها. سيدة واي لازم تضب شعرها عشان العلوم كل شي بيهون. مين معنا؟ معنا حسن. أهلا وسهلا حسن. عمر. أهلا وسهلا عمر. طب احكوا لنا شو مشروبكم المفضل؟ رح نضوي. أوكي رح نأخذ هاي الحبة الصغيرة ونحرقها. هلا الاحتراق تبعها عم بيولد عندي طاقة، شايفين؟ بس في اشي تاني اوضح من هيك هلا رح اعمله. تخيلوا هلا بالعالم ولا اشي من التمر الهندي عم بكبوه، القشور تبعته البذرة تبعته كل شي عم بيستعملوها. وعشان توضع عملية توليد الطاقة هلا رح افرجيكم شغلة. انا دقيت من الأشياء اللي زادت عندي، الأشياء الصلبة من التمر الهندي دقيتها وحطيتها خلطها مع نشا. هلأ بدنا نشوف مقدار الطاقة اللي بنولدها. هي توليد طاقة عم بصير، بس هم من الفرق إنه هم بيحولوا قاعدين البذور لزيوت وعم بخزنوها عشان يصير سهل توليد الطاقة فيها. فهلأ رح أحرق شوي ورح نشوف قدية الطاقة اللي بتنتج منها. طبعا هذا خليط عاملين النشا مع التمر الهندي مجفف، طبعا لازم يكون مجفف عشان تزبط التجربة. وهيك أنا بكون خلصت العلوم من التمر الهندي. ودائما لما تجهزوا التمر الهندي تذكروا عملية الذوبان وتذكروا الترشيح بالجاذبية اللي عملناهم اليوم. ودائما عادي لو شربتوا التمر الهندي على معدة فاضية لأنه ما بيأذي معدتكم. احكوا لي عندكم أي سؤال؟ هيك احنا نسألهم. اوكي طيب نحن نسألهم عشان في جوائز. عشان في جوائز. هاي جوائز احكي لنا اياها. بيقدروا يعزموا اصحابهم يزوروا المتحف لانه رح نعطيهم تذاكر مجانيه. اوكي يعني جائزه هي تذاكر مجانيه لمتحف الاطفال. رهيب. غير انه تعلمنا طريقه تمر الهندي، في عندي سؤال. أنا حكيت كتير فيتامينات، فيتامينات كتير حكيتها هي لا بحتاجها جسمنا، بس احكولي نوعين من الفيتامينات اللي موجودين بالتمر الهندي. حكيت كتير صفتة الروشيتا اللي كتب لي إياها الدكتور لازم أخذ كل هاي الفيتامينات، فاحكولي فيتامينات نوعين من الفيتامينات موجودين بالتمر الهندي. وما تنسوا اليوم على الإفطار والسحور تشربوا تمر هندي. أوكي شكرا كتير لكم، بشوفكم الشهر الجاي إن شاء الله. وصح صح شيماء
بدي أطلب منهم طلب إذا في مواضيع معينة، خصوصا لمعلمين العلوم أنا بعرف إنه بيحضرونا، مواضيع معينة أنتوا حاسين إنه لازم نحكي عنها في متحف الأطفال السيدة وايد تحكي عنها، ابعتولنا على الموقع تبعنا على الفيسبوك والإنستغرام، ونحن بنوعدكم الحلقة الجاية أو الحلقات اللي بعديها نحكي بنفس الموضوع، نعمل تجارب عنها. أوكي، شكرا كثير لكم ورمضان كريم. باي.